مساء الخير، النهارده هنعمل مع بعض السبانخ المطبوخه على الطريقه المصريه. المقادير: كيلو الا ربع لحمه، هنا اللحمه بتلو بس احنا نقدر نستعمل اي نوع لحمه. كيلو سبانخ، السبانخ غسلتها كويس جدا، قطعتها مش صغيره، قطعتها كبيره. معلقتين كبار سمنه، معلقتين كبار رز مصري غسلتهم كويس ونقعتهم في ميه وصفيتهم، بصلتين كبار متقطعين رفيع، معلقتين كبار معجون طماطم، 4 فصوص ثوم مبشورين، نص معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه 7 توابل، معلقه ملح، كوبايه كبيره عصير طماطم، ومعلقه كبيره زيت ذره. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في حله على البوتاجاز هضيف معلقه من السمنه ومعلقه من زيت الذره. السمنه تبتدي تسخن شويه، هضيف البصل وهضيف شويه ملح على البصل واسيب البصل لغايه لما يتدبل شويه. بعد ما البصل يتدبل شويه هضيف فص ثوم وهشوح الثوم مع البصل لغايه لما ريحه الثوم تبان. بعد ما البصل والثوم ابتدوا يغيروا لونهم ويبقى لونهم زي الشفاف كده، هضيف دلوقتي اللحمة وابتدي اشوح اللحمة مع البصل لغاية لما لون اللحمة يتغير كده. خلاص اللحمة لونها اتغير، هضيف نص كمية الفلفل الاسود ونص كمية 7 توابل. مش هحط ملح لان الملح بيعطل سوى اللحمة. دلوقتي هغطي على اللحمة واوطي عليها على الاخر واسيبها تقريبا نص ساعة تتسوى مع البصل لغاية لما تستوي تقريبا 80% من سواها، وبعد كده نكمل مع بعض. بعد نص ساعة تقريبا اللحمة ابتدت تستوي. كل ما كان بتحتاج مية بضيف لها معلقتين من المية علشان اللحمة تستوي مع الصوص، بس مع مية خفيفة جدا لغاية لما استوت اللحمة تقريبا 80%. هضيف دلوقتي صوص الطماطم مع معجون الطماطم مع كوباية مية. هبتدي دلوقتي احيق الصوص، هحط الملح كله وبقية 7 توابل والفلفل الاسود واغطيه واسيب الصوص لما يغلي. بعد ما الصوص ابتدى يغلي هضيف معلقتين الرز المغسولين ومتصفيين وهوطي على الصوص عشان الرز ما يلزقش، وهسيبه تقريبا 10 دقايق بس عشان الرز يستوي نص سوا. انا حطيت الرز الاول قبل ما احط السبانخ علشان الرز ياخد سوى شويه قبل السبانخ، علشان السبانخ مش عايزاها تستوي جامد عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. دلوقتي هحط السبانخ. حطيت كده السبانخ وهسيبها تغلي تقريبا 5 دقايق او 6 دقايق على البوتاجاز قبل ما اعمل الطشه بتاعتها. على البوتاجاز حطيت صينيه صغيره اللي هنعمل فيها الطشه، وهحط فيها معلقه السمنه الباقيه. اول ما السمنه تبتدي تسخن شويه هحط بقيه الثوم واحمر الثوم. اول ما الثوم يبتدي يتحمر هحط عليه الكزبره الناشفه واخد الطشه احطها على السبانخ. كده خلاص السبانخ خلصت، هقفل عليها ونشوف هنقدمها ازاي مع بعض. ودي شكل السبانخ المطبوخة باللحمة على الطريقة المصرية، بتبقى طعمها جميل جدا والطشة بتديها ريحة وطعم جميلة جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.